ومين كان يتوقع ان فريق زي مانشستر سيتي خرج ريال مدريد يخسر من فريق زي ده؟ فريق اسمه ليه؟ ما اعرفش والله، برغم ان الفريق لعب حلو ليه ما نقدرش ننكر حاجه ولا كل حاجه، ولكن عم جوارديولا تحس ان هو نازل الماتش وهو كسبان، نازل بيفكر هلاعب بايرن ميونخ ازاي؟ يا ترى ههجم عليهم الاول ولا هضيع وقت ولا همسك كوره وبتاع؟ واذا اتفاجئ انه بيلاعب فريق ضغط زي ليون، انما لما تيجي تتكلم على المدرب بتاع ليون فهو قاعد طول الماتش عمال يكتب، انا ما اعرفش يكتب ايه، ما حدش يسالني، وكانه قاعد في حصه محو اميه او بيكتب كاتب كتاب امه، المهم ان هو مش مركز في الماتش وعمال يكتب وعمال يدرس خطوات اللعيبه ومش عارف ايه وبتاع. وانت يا عم جوارديولا خلصت اربع ازايز ميه ولحد دلوقتي مش عارف تغير تغييرات صح، والدفاع انا ما اعرفش فيه ايه، ليه المطوشه او الفرق الايام دي في دوري ابطال اوروبا فاتحه لك الدفاع خالص؟ لما تيجي تتكلم بقى على الهجوم بتاع السيتي فهو دي برون بيتعب وستيرلينج بيجتهد والواد اللي اسمه جابريل جوسوس ده بيضيع، شغال بس تضييع عمال يضيع، وجات لك كوره ومحرز جنبك في الدقيقه 72 المفروض تبصيها شطها مره واثنين وقمت مضيعها يا اناني يا ابن الانانيه. انت يا عم محرز ما كان زمانك دلوقتي شاركت من اول ماتش لاخره يعني، لولا انك صاحبت البنت صاحبه اجويرو دي، طيب من قله البنات رايح تصاحب صاحبه صاحبك وعمال تبصها ومش عارف ايه وبتاع، وهقفلت الانستجرام بتاعها ايه ومنعتنا من صورها وكل حاجه، اهو جوارديولا حطك في دماغه لان هو صاحب الواد اللي اسمه اجويرو، اتصل بيه قال له الو استاذ جوارديولا ما تنزلش محرز وعايزين ننزلك في دقيقه مش 55، وبرغم ان محرز عمل كنترول حلو على كذا كوره او بتاع، ولكن كان هيفرق لو كان نزل من اول الماتش. قصدي برضه دي بروين، وايش بيك يا عم دي بروين؟ الله عمال تلعب فاول والتاني والتالت وربنا مش موفقك بيها، وجات كوره قريبه جدا ورياض محرز جنبك وقال لك في ودنك، كلمك في ودنك وقال لك، قال لك سيبها لي سيبها لي يرحم باباك، وفي الاخر انت برضه ما رضيتش وصممت انك تلعبها وبرضه ما دخلتش، ما تسيبها لمحرز. ده حتى عمك حفيظ ده الراجل كان عمال يقول له حطها في الجون يا رياض حطها في الجون ايام ماتش نيجيريا وحطها ونفس المسافه تقريبا، والله كان زمانه حطها. وبرده ستيرلينج جات له كوره في الدقيقه مش عارف 85 الجون فاضي، والله لو معمول لك عمل اللي هتجيبها، لو جبنا واحد من الجماهير هيشوط الجون هو نفسه الجن. وبرده الكوره منحسه مع مانشستر سيتي، وكمان الواد موسى ديمبلي نزل برده حط جونين ورا بعض كده وانتوا واقفين قدام بقى عمالين تاخدوا سيلفي، الدفاع عمال يبص لبعضه كده اهوت كانه بياخد صوره تذكاريه، معرفش خلاص انتهى زمن بقى مانشستر سيتي كده يودع وخلاص، وما خدش غير كاس الاتحاد اللي هو خده دوت، ولكن نتمنى من الله ان رياض محرز يسيبه بقى من الفريق ده عشان زهقنا بقى. المفروض ان رياض محرز ينزل يلعب اساسي، كان بيلعب في ليستر سيتي اساسي وجاب لهم الدوري الانجليزي وخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي، المفروض ان هو رايح فريق اكبر من ليستر سيتي والمفروض يلعب فيه اساسي. ولكن ما ننساش نقول طبعا مبروك لحسام عوار اللي هو اللعيب بتاع ليون، هو برده جزائري وهو بقى دلوقتي ما فيش غير لعيب عربي واحد تقريبا يعني، هو اللعيب العربي الواحد اللي موجود في دوري ابطال اوروبا، كل اللعيبه العرب خرجت ومفيش غير حسام عوار اللاعب الجزائري. على فكره حسام عوار برغم ان هو كان هيتعور ولكن عمل مباراه حلوه ومالك خط النص وعمل اداء حلو قوي في الماتش. وبعدين في الاخر عزيزي بتاع السيتيزن ما تزعلش يا سيدي، قدر الله ما شاء، محدش عارف خير فين، ما يمكن تقابل البايرن وتطلع بفضيحه، خلاص انت كده يعتبر كسبان وطالع بكرامتك وكل حاجه، شفنا امبارح البايرن عملت ايه، فخلي ليهم بقى تشوف هتعمل ايه مع البايرن. يعني لو الفيديو ده وصل لك ابقى دعمه بلايك، معلش انا يعني طلب سعيد شويه على قلب حضرتك، ابقى اعمل لايك هنهوت واهبلك وابقى دعمنا برضو بكومنت كده عشان الفيديوهات ما بقتش توصل فتره اخيره، اعمل لايك حالا وسيب لنا رايك تحت الكومنت، شكرا.